السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المركز الدولي لرواد الفن التشكيلي فرع بلجيكا، نسعد بالتواصل معكم من جديد مرة أخرى ببرنامج فن بلا حدود لقضاء أوقات ممتعة رفقة سفير من سفراء الفن والإنسانية. بالفعل أستاذة خديجة، مشاهدينا الكرام من مركز دولي لرواد الفن التشكيلي فن بلا حدود، معنا الفنان المبدع محمد البدري من القصر الكبير. أهلا وسهلا بك أستاذي. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا وسهلا بكم، شكرا، شكرا لكم. نعم أستاذ، تفضل أستاذ. أود في الأول أن أشكركم جزيل الشكر على هذه الالتفاتة القيمة في هذا البرنامج، شكرا لكم كثيرا. فهي التفاتة لشخصي ولمدينة القصر الكبير كذلك، فشكرا لكم جزيل الشكر، شكرا لكم كثيرا. أستاذ محمد بدري، ممكن تكلمنا على شكون هو محمد بدري؟ احنا كنعرفوا محمد الفنان المبدع المتطوع، الانسان الجمعوي، الانسان الفنان الانساني البسيط اللي كيسكن في القصر الكبير، يعني مدينة جميلة جدا. ممكن تكلمنا شوية على السي محمد البدري؟ أولا، لا، بدري محمد، اسم بدري محمد، زاديت مكان الازدياد في مدينة ميدلز، مدينة التفاح في ميدلز، ثم انتقلت إلى مدينة مكناس لما كان عمري 3 سنوات، فهناك درست حتى سن البكالوريا، فحصلت هناك على البكالوريا في العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس. فمدينة مكناس لها عندي في قلبي شيء كثير، نعم هي التي علمتني واحتضنتني، وتعلمت على يد أساتذة كبار بحكم انخراطي في الكشفية الحسنية في مدينة مكناس، تعلمت الكثير، وكذا في الأنشطة المدرسية وكذلك انتقلت إلى الصحراء المغربية، وعملت هناك لمدة 5 سنوات في البريد، كساعي البريد. نعم، اكتشفت كذلك أشياء كثيرة في الصحراء، لا بالمناظر الطبيعية ولا بتقاليدها وعاداتها، وأشياء كثيرة في مصر. ثم التحقت بمدينة القصر الكبير في سنة 1991، هنا استقريت بالمدينة، مدينة الجذور كما نسميها، جذور الأب والأم. فبدأت مسار الفني، وأنا لا أريد أن أكون أو أسمي نفسي بفنان، إنما أنا عاشق للألوان ولمدينتي. ألقيت مدينة القصر الكبير بزاف ديال الحوايج خاصة، وديك الحمولات اللي كنت جبت معايا في الترحال ديالي في المدن المغربية، وما تعلمته في صغاري أو في كباري أو الاحتكاك ديالي ببعض الأشخاص، بغيت نعطي شي حاجة للمدينة ديالي، بغيت شي حاجة يعني للآخر. بديت بالتزيين ديال الحي اللي كنسكن فيه، هذاك الحي اللي كنسكن فيه، بديت بالتزيين ديالو ببعض الجداريات او بعض مشاتل الاغراس وكان هذا بدايه في سنه 1991 الى يومنا هذا. اريد ان اعطي لمدينتي ما تعلمته وما اكتسبته على يد ناس طيبين، وعلى ما عرفته في حياتي. هذا هو نعم أستاذ محمد بدري، كنشوفوا بعض الجداريات
يعني عندها واحد اللون خاص بها. هاد اللون هذا اللي هو خاص بها واش جاء من انك كنتي في الصحراء وكنتي ساعي البريد يعني تتجول بين الاحياء وبين هذا، وكان اختي واحد الخزان من الالوان وجيتي فرغتيه في القصر الكبير؟ طبعا بحكم انني اشتغلت هناك في مدينه قلميم باب الصحراء، وبحكم انني جلت في عده مناطق في الصحراء المغربيه يعني استعملت بزاف الالوان ديال الصحراء والالوان ديال الطبيعه الصحراويه، اثرت فيا هذاك الشيء. كان الأكثرية كرسم إما غروب الشمس بالنخيل ديالو وما يعبر عنه النخيل بالصمود وبالحياة كذلك ولو الناس كيطلبوا مني هذوك اللوحات، وليت كأنني كنعاودهم دائما ماشي من عندي أنا، ولكن الناس استحسنوا هذوك اللوحات ولو كيطلبوهم مني انني نديرهم بعض الاماكن. وعندي لوحات اخرى اللي هما كنديرهم كنشتغل عليهم. يعني انا ما كتكونش اول باش كنكون باغي نرسم، ما كتكونش عندي واحد الفكره اوليه شنو ارسم. لما اذهب الى الجدار فاتكلم معه فيتكلم معي، فابدا ارسم فتبدا قصص الرسم مع الالوان. نعم، العلاقة ديالك مع الجداريات وعلاقة ديالك مع الناس اللي كيمروا وكيشوفوا الجداريات والبعض منهم يبتسم والبعض منهم يطبطب على 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 كتفك ويقول لك استمر، كيفاش تحس الأستاذ والفنان المبدع سي محمد بدر؟ ما خاش لك الأستاذ، كنحس بالمتعة بأنني كنشوف ديك الابتسامة على وجه الصغير والكبير. نعم، على وجه الصغير والكبير. نعم، واحد المرة كان سألوني لمن ترسم بدري محمد، لمن يرسم؟ فقلت لهم أنا أرسم لي امرأتي تنهض في الصباح الباكر لكي تذهب إلى حقول الفريز لكي تكسب بعض الدريهمات، وأرسم للأستاذ الذي يذهب في الصباح إلى المدرسة، ولذلك الطفل حتى تكون له شحنة معنوية وينشرح صدره فيدخل إلى القسم بمعنويات كبيرة. أنا أرسم لا من أجل الرسم أو من أجل إبراز ذاتي أو أنني أعرف ذلك الشيء، ولكن أرسم لكي أعطي بعض الشيء لهذه المدينة، لكي أرد لها الجميل لهذه المدينة، مدينة التي طالها النسيان، مدينة التي أحبها كثيرا كباقي المدن من هذا الوطن العزيز. نعم، الفناننا المميز كنشوف واحد جوج لوحات يعني حداك، يمكن تتكلم لنا على هاد اللوحات الالوان الجميله اللي فيها؟ بالنسبه اللوحه اللي على اليسار ديالي، هادو بجوج هادو اشتغلت عليهم مواد ايكولوجيا، مواد ليس فيها مواد يعني لا صباغة زيتية، ولا هادو مصنوعين من مواد طبيعية، مواد مغربية قحة فيها الفخر وفيها السواك ديال النساء اللي كان قديم، الكوار ديال السواك، وفيها الكحول وفيها العكر الفاسي وفيها العصير ديال المعدنوس مع القزبر، وفيها هكا تشكلت هاد اللوحات هادو من مواد طبيعية اللي ما كتضرش بالبيئة، اللي خصها تكون في يعني هذه كنعطي بها رسائل للحماية على البيئة، وإما المواد الكيماوية
كتبقى تفرز لنا بعض الاشياء اللي كتضر بالصحه واكثر كانت في المنزل. هاد اللوحات هادو هما مصنوعين من مواد طبيعيه، الحجار اللي كندقوا كاين المهم مواد طبيعيه ما فيهمش مواد كيماويه نهائيا. هادو درتهم هنا في المنزل ديالي خليتهم كذكرى. هادو تقريبا عندهم دابا واحد 20 سنة وقيل عندهم شي 20 سنة دابا هما باقين على التو، ودرتهم هاد الإطار هذا هو وما باقين دابا الحمد لله باقين. كنبغي نشتغل على هاد الأشياء هادو وما كنبغي نشتغل عليهم، وكندير هاد الشيء هذا في المدارس. جميل. مدارس بحكم لأنني كنشتغل بزاف مدارس هنا لهنا في المدينة أو خارج المدينة، كالعرائش، الصيدة، طنجة، السلا، دربيدة، كنخدم بزاف. هذه كنبغي نمرر الشباب أو الطفل أنه يتعلم بعض الحوايج هادو، إما على التو أو على الجبس أو على الخشب أو على أي شيء، تكون عنده مهارات يدوية باش يكتسب واحد الشخصية ديالو، يكتسب واحد الحوايج ديالهم ينفعوه وينفعوه بزاف ديال الاخر. تنميه القدرات الذهنيه ديالو كتعطي هذا الشيء هذا. نعم السلام. جميل فنان محمد بدري، الفرق ما بين انك يعني في الفن التشكيلي في الجداري والفن التشكيلي في اللوحات، المتعه ديالك اللي كتجبر اكثر؟ فالمتعة أكثر لما أكون مع الجدار، مع الجدار أكثر، إن باش كنمشي نقصد بعد الأماكن هنا في المدينة، كنقصد مثلا الأحياء اللي هي عندها واحد الموروث ثقافي وموروث حضاري في المدينة، كالمدينة القديمة مثلا، كنمشي لتمايا كندي معايا الألوان ديالي لكن الأقواس اللي فيها والحمولات التاريخية، لأنها كانت كتمثلنا التعايش والسلم ما بين واستقرار ما بين عدة ديانات. كما يعرف الجميع أن مدينة القصر الكبير يقطرها اليهود والنصارى، فكانوا يعيشون في تعايش وسلام مع إخوانهم المسلمين هنا بمدينة القصر الكبير. فأذهب إلى تلك المناطق أو تلك الأحياء فأتكلم مع الجدار أو هو الذي يحكي لي تلك القصة التي كانت في الماضي للتعايش والسلم ما بين، فألقى متعة كبيرة لا توصف لما أكون مع الجدار، فإن كما سموني فأنا صديق الجدار، كما سموني بعض الأصدقاء مجذوب الحيوط، لأن الجدار فيه هو كل شيء، ولو إنه إسمنت ولكن له تاريخ وله حمولة تاريخية وحمولة ثقافية يجب علينا الحفاظ عليها. وأنا أتعمد أن أذهب إلى تلك المناطق لكي ألفت نظر المسؤولين لإعادة ترميمها وكذا لإعادة إعطائها حقها في هذه المدينة. نعم أستاذ عزيز. نعم أستاذ محمد، لك عبر الفيسبوك بتاعك على صفحات الفيسبوك كنشوفوا أنك تعطي واحد الكلمة كتقولها: صوري وفني ليس للبيع وليس تجاري. يعني ماذا تقول؟ ممكن تسمع أكثر؟ الكلمة نعم سيدي، الكلمة اللي كنختم بها دائما التدوينات ديالي: نعم. صوري ليست للإشهار بل هي رسائل وأفكار. الكلمة هذه وليت معروف بها، علاش؟ لأن الفن لما كان شيء عنده رسالة نبيلة ورسالة إنسانية ورسالة يعني
للتوعية وللتثقيف ولكل شيء. فهو ليس بفن، لذلك لا أريد كلمة فنان، إنما عاشق الألوان. هناك رسائل وأفكار، أريد أن أعطي بعض الرسائل من خلال تلك الألوان المتواضعة التي اكتسبتها مع الحياة. إن الفن هو يخاطب الروح قبل العين. إن اللون يمكن لأي شخص يشوف اللوحة في الجدار أو في الأخر، ولكن إذا ما دخلتش الأعماق ديالو ودخلت للروح ديالو وعرف بأن هذيك اللون راه هي رسالة للإنسان ككل، راه ما كيكونش فنان. تما كنبغي نمرر بعض الرسائل اللي هي كتكون للجميع، للصغير للكبير للمثقف للإنسان الأمي، للإنسان اللي هو لا يفقه شيء في الألوان، ولكن كلنا لنا نظرة للألوان، كل واحد منا يحب لونه في حياته. فهذه الألوان أنا أخلطها وأجمعها في لون واحد وأشتغل عليها في الجداريات، فتكون رسالة صادقة من محب وعاشق للألوان للإنسان ككل. الإنسان ككل، فهي رسائل قبل كل شيء، ولا أريد أن من خلالها إبراز ذاتي أو إبراز مواهبي أو إبراز شيء من هذا، فإنما هي رسائل وأفكار. نعم. كل واحد منا هي. نعم أستاذ محمد البدري، كان عارفوا أن مدينة القصر الكبير كان لها يعني كان فيها أبطال وفيها فنانين، يعني الفنان محمد البدري كما كنشوفوا بأنه يعني مجذوب كما مجذوب الجداريات أو الجداريات، يا نعم عندك واحد الميول أيضا للمسرح والفن والكتابة. نعم أستاذ. نعم. بحكم هذاك الشيء كيرجع للطفولة ديالي، لما كنت في مكناس كنت كيعجبني نكون في ديك الورشات اللي كتقام في المدرسة أو في الثانوية، كنت كيعجبني نحتكك منها، وكان كيعجبني فيما كان ديك الساعات المسرح اللي كان في مكناس، كنت كنمشي كيعجبني بزاف نتفرج في المسرحيات والأخور، وقع عندي ديك الميول. كان يعني كنكتب بعض الخواطر في الليل، كنكتب بعض الخواطر أو بعض الأشعار ديالي اللي كنكتبهم أو بعض الأغاني أو بعض القصص. فكذلك أحب كثيرا المسرح، وبحكم أنني كنت في مدينة الدار البيضاء واحد 3 سنوات، كنت لذلك تما عندي بعض الأصدقاء، وتما تلاقيت مع ناس اللي هما كيحبوا بزاف هادشي هذا، وعندهم واحد الآخر تلاقيت مع مع الأستاذ عبد الحق الزروالي اللي كان شجعني بزاف، وكان حصل لي الشرف مع المرحوم طيب الصديقي الله يرحمه في هذا النهار، كان حصل لي بأنني كنت حكيت له على هذه الميول ديالي، وهذه كان بغي يحتضنني رغم ان الظروف ما ساعدتني شي، ورجعت للصحراء في الاخر، وبقى عندي هذاك الحب ديال الاخر. كنكتب مسرحيات، كنكتب الاخر عندي مسرحيات، وكندير هادشي ورشات الاطفال عندي الاطفال هنا في المدارس معروفه هي، كنمشي كندير لهم اما سكتشات اما مسرحيات قصيره حول البيئه او حول الوطن او حول بعض المواضيع اللي كتهم الطفل. كذلك كنمشي لروض اطفال، ومعروف هي هنا في مدينه القصر الكبير ان الشباب كنت كنفتح لهم الصفحه ديالي ديال الفيسبوك، فهي لهم فهي ليست لي. اللي عنده شي ميول اما موسيقي او فني او كيف ما كان
كيتصل بيا وقال اما كنوجد له كنمهد له الطريق كنرشدو اما المعهد اما الاخر اما كنشتغل معاهم. عندي هنا بعض الشباب اللي هما كونت بهم فرق مسرحيه وفرق غنائيه هنايا في المدينه بالكلمات ديالي او اعاده اغاني او اعاده مسرحيات اخرى. نعم استاذ محمد. الى مشينا رجعنا للمسرح والشخصيات اللي كتقمصها شخصيه سعيد كلاس، شنو علاقتك بهذه الشخصيه هذه؟ سعيد كلاس هي كانت جاتني كفكره لواحد الانسان، لانني انا الان كنشتغل في مقهى، العمل ديالي الان انا كنشتغل في مقهى بارمان في كونطوار المقهى. كيجلس عندنا واحد السيد اللي هو روتريتي في الاداره، وكيعجبني نجلس معاه وكيعجبني نتحاور معاه. انسان مثقف، انسان تبارك الله عنده واحد المخزون كبير، وكيعجبني نجلس معاه ونتحاور معاه ونضحك معاه. ومن ديك الشخصيه هذيك حاولت ما امكن انني نتكلم على هو اسم ديالو اخر، ولكن انا عطيته الاسم من عندي السعيد كلاس، عطيته لانه الانسان اللي هو فرق حياته في الإدارة وعطاء بزاف ديال الحوايج، ومع الأخير يعني بزاف اللي تنكروا له ديك الشيء ديالو للإنسان باش كيخرج من الإدارة كيولي إنسان آخر، ماشي بحال الإنسان اللي كان في الإدارة كان شاوش. تما خديت الفكرة ديال السعيد كلاس، بغيت نعطي الفكرة ديالها وهاد المعاناة ديالو اللي هي كان كيقاسيها في الحياه ديالو. انا درتها في واحد الواقع اخر، بغيت نحكيها في واقع اخر، هادشي اللي خلاني نمشي للسعيد كلاس. جميل فنان، انا غادي نرجع بك للالوان والعالم ديال الصباغه والفن التشكيلي الجداري. قيل ان عاشق الالوان قرر الانسحاب هو والوانه المتواضعه من الساحه، هل الخبر صحيح ام كانت نوبه ومرت سحابه؟ استاذه شنقول لك، انا لا خرجت من الالوان بحال لا خرجتي واحد الحوته من الماء، يمكن هذا ما يعرفهاش الناس بزاف، ولكن هنا في المدينه ديالي هنا ما كنلقى لا دعم لا والو استاذ، ما كنلقاش الدعم. انا كنحتاج بعض الادوات اللي هي بسيطه، يمكن كنطرق غير البيبان ديال الاصدقاء وديال الناس اللي كيحبوا البدري محمد، كان ما كنلقاش، باغي ندير بزاف ديال الحوايج، كنعدل نافورات، كنعدل بزاف ديال الحوايج، يعني اشياء اللي هي جميله اللي تعطي، باغي ندير واحد النصب تذكاري كما كاين في المدن كثيره، كالحمامه اللي في تطوان او كالطاجين الاسفي او اللي في بركان، باغي ندير يعني بزاف ديال الحوايج، باغي ندير نصب تذكاري لمعركه واد المخازن في المدينه، هذا كيطلب واحد شويه ديال المال، ولكن هنا في المجالس السياسه غلبت الفن والسياسه غلبت العقول وغلبت الناس، السياسه هنا اصبحت طاغيه على حب المدينه، وانا لا اريد هذا، لا اريد هذا. على ذاك الشيء قلت بانني ننسحب، لانني ماشي عييت ولكن وليت كنحشم نمشي لعند الناس نقول لهم انا خصني وانا خصني، وما كيبخلوش عليا لا الناس، بعض الناس هنا ديال المدينه الله يكثر خيرهم، اما اصحاب المحلات الصباغه اما اصدقاء، اما وليت كنحشم. اخيرا دابا عدلت واحد الحديقه هنا، حديقه المسرح، درت غير على الحوان تمايا اللي محيطين بديك الحديقه، كنطلب لهذا ونطلب لهذا ونطلب لهذا، ونشري الصباغه ونشري
كمتطوع انا ما كنطلبش فلوس، كنقول لهم انا ما تعطيونيش الفلوس، اعطيوهم الموت الصبيغه هو يدير واحد البول وانا كندي من عنده الصبيغه وهو كيحسب شحال 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 شحال. انا كمتطوع كنمشي من الصباح حتى العشيه حبا في المدينه وحبا في سكان المدينه في هذا الوطن. نعم يعني تفضل. نعم استاذ، تما لقيت بهذه علمت بانني سوف انسحب من 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 الساحه ولكن نعم كيطالبوني بزاف ديال الاصدقاء اتصلوا بي عبر الخاص او عبر الفيسبوك يقولوا لي لا ما تنسحبش ما تنسحبش من هذا لانه هذا شرف المدينه وهذا الاخر ما كتلقاش. نعم وكاين هنا المدينة عندها بزاف الفنانين تبارك الله صلى على النبي كاين تبارك الله فيني البدري محمد فيني يبان الفنان أو عاشق الألوان بدري محمد ولكن من كامشين على نفوسهم ما كيعطيوش للمدينة. كتلقاك أنا من حي لحي 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 والعمر كبرت أنا غادي في كبور وخا كنعطيه باش كنكون في الاخر كنولي الطفل الصغير والله باش كنكون في وسط الساحه او جميل استاذ. عندك واحد الصوره مع كتعمل واحد الارض وواحد الشارع يعني واحد في واحد الشارع وان الشباب كانوا معاك حتى هما متحمسين كيعملوا داك يعني الرسم الجداري وكان رائع فعلا والصوره موجوده على الفيسبوك بالنسبه للمتتبعين الكرام اللي بغاو يشوفوا اعمال ديال الفنان في الصفحه ديالو. جميل جدا ان هذا الشيء استاذ. لا نعم كان دائما انا كنشارك معايا الشباب ديال اي حي مشيت له كيخصني نشارك معايا الشباب لان كان خصني نخلي الخلف اللي يقرب المشعال من عند البدري محمد لان البدري محمد غادي في الكبار وكيخصني هذوك الشباب كنحمسهم كنزرع فيهم ديك البذره ديال الخير للاحياء ديالهم لان الحي هو كل شيء. لان الانسان باش كيخرج من باب المنزل ديالو اول خطوه كيخطوها في الحي لما كيلقى الحي ديالو جميل وكيلقى الحي ديالو نظيف كيلقى الحي ديالو فيه واحد الرونق كينعكس ايجابا على النفسيه ديالو وعلى السلوك ديالو اليومي وعلى التربيه البصريه عنده لانه كيولي انسان يعني كيفتخر بداك الحي. هذا هو اللي كنبغي داك الشيء كنشارك معايا الشباب ديال الاحياء في اي حي فين ما مشيت كنشاركهم معايا وكذلك في المدارس كنشارك معايا الاطفال التلاميذ كنشارك معايا التلاميذ مع الاساتذه ومع الاخر كنبغي نخلي فيهم ديك البذره لان هذا الشيء هذا اللي تعلمته خاص الانسان دائما يخلي واحد الخلف اللي يشد من عنده مشعل باش كتحيد حتى ديك الانانيه وحب الذات ديال الانسان كيولي خصو كيقول غير انا لا خاص تشارك معك الجميع تشارك معك الجميع باش كيعم النماء وكيعم رخاء وكيعم واحد اشياء كثيره في الحياه. نعم شيء رائع استاذ محمد بدري من المركز الدولي لرواد الفن التشكيلي فرع بلجيكا برنامج فن بلا حدود دائما مع الاستاذ من القصر الكبير الفنان المبدع سي محمد بدري. سي محمد بدري ما هي يعني الرسالة اللي بغيتي توصلها للمسؤولين والفنانين أنهم يديروا يعني تقول لهم واحد الكلمة يعني في 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 دقيقة أو دقيقتين؟ نعم استاذ الرساله اللي كنبغي نمررها للمسؤولين اولا انهم يهتموا بهذه المدينه اللي عندها تاريخ وعندها حضاره عريقه فهي الحاضره الاولى في المغرب قبل فاس والعاصمه الاولى بهذا الوطن. كنبغي نقول لهم بانهم يلتفتوا لهذه المدينه الناحيه الجماليه ديالها لان الزائر كيجي خاصو يدي علينا واحد النظره اللي هي خاصنا نسوقوا واحد التسويق حسن لهذه المدينه.
نعطيه صورة جميلة، ما يكونش غير أشياء اللي هي غير إيجابية، فهناك أشياء إيجابية. أما بالنسبة للفنانين اللي هنا في المدينة، كان بغي نقول لهم الله يكثر خيركم، الله يكثر خيركم، ومنتم كل واحد فيكم، وأنا كان عارفهم كتار، كل شهر واحد فيكم يعطي ولو غير شيء ضئيل من ديك شيء اللي كيعرفوا لهذه المدينة، فتمر السنة يمكن تكون المدينة ديالنا جميلة. وأنا كان نشكرهم جميع لأنهم أصدقاء ديالي وكعزوني، وأنا كان احترمهم وكان عزهم، فهم بالنسبة لي أساتذة. وكان بغي نشكر السكان ديال مدينة القصر الكبير بكل أطيافهم، أنا عندي كلهم السكان ديال المدينة، كان بغي نشكرهم بزاف. وكاين أصدقاء من الوطن، داخل الوطن أو خارج الوطن، كان بغي نشكرهم. وكنشكركم بزاف انتم استاذي السي عزيز ولا الاخت خديجه وكل الناس اللي هما وضعوا الثقه في البدري محمد، شكرا لكم جزيلا، شكرا لكم. بدورنا نشكر الفنان المبدع الاستاذ محمد بدري. نعم. بالفعل كما اطلقت عليه الاستاذه السفير. نعم. السلام والانسانيه، ما شاء الله عليك استاذ محمد، وكنتمنى لك التوفيق. وهذه رسالة وجهها الأستاذ محمد بدري للمسؤولين والفنانين، يعني اللي اليد في اليد باش ينقضوا القصر الكبير ويتبعوا بالألوان ديال السي محمد بدري، والفنانين اللي يشاركوا في معارض ويصلحوا المدينة إن شاء الله. أستاذ خديجة. نعم، هو محمد البدري من مدينة القصر الكبير، فنان عاشق الألوان متعدد الهوايات، يحب العطاء والإبداع، له بصمات في زوايا المدينة حيث أنه يدخل البهجة بلمسة ريشته المبدعة. إلى هنا أودعكم، وإلى الأسبوع المقبل المتتبعين الكرام من المركز الدولي لرواد الفن التشكيلي فرع بلجيكا وبرنامجنا فن بلا حدود، ألقاكم الأسبوع المقبل وليلة سعيدة. شكرا، شكرا لكم، شكرا.